رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، أهلا بك. أطلعنا على المزيد حول هذا المؤتمر وأهم المحاور التي سوف يتناولها ورش العمل. تحياتي لك ولكل متابعينا في هذه المتابعة لفعاليات وجلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. هذا المؤتمر الذي انطلق في 5 وحتى 8 سبتمبر الجالي، هناك العديد من الجلسات والورش العمل المختلفة والمتعددة. نتحدث عن 65 جلسة حوارية أقيمت ليعد هذا المؤتمر منصة حوارية كبيرة جدا، يشارك فيها أكثر من 270 من المتحدثين بالتنوع ما بين المصريين والأجانب في عدد من المحاور والقضايا. وإذا تحدثنا عن جلسات اليوم التي أتت تحت عدد من المحاور الرئيسية، نتحدث عن الرعاية الصحة الأولية وتحت عنوان كبير حول حجر الزاوية نحو التنمية. هذا العنوان الذي أتى في هذه الجلسة المتنوعة والتي شارك فيها العديد من الخبراء والمتحدثين في هذا المجال أمام العديد من القضايا، سواء التنمية أو الصحة والرعاية الصحية الأولية. أما عن باقي الجلسات، هناك الجلسة الخاصة بالصحة العامة نحو ضمان حياة صحية سليمة، عنوان عريض ومهم، وأيضا الرفاهية للجميع. هذه العناوين التي أتت من خلال عدد من الجلسات أكد عليها المجتمعون والمشاركون في هذا المؤتمر. وهناك أيضا عدد من الجلسات الختامية التي تأتي من بينها جلسة خاصة بالصحة الإنجابية، وأيضا عدد من الجلسات الخاصة بالصحة الشاملة، المسار والنموذج، وهذا أيضا عنوان مهم جدا نحو خروج بالعدد من التوصيات والمقترحات، وأيضا العديد من النقاط الخاصة بالصحة الإنجابية الخاصة بالصحة الشاملة، سواء المسار والنموذج الذي لابد أن يحتذى به من كافة المشاركين والبلدان، وأن يكون هناك تبادل الخبرات بشكل كبير جدا ما بين البلدان المشاركة في هذا المجال وفي هذا التخصص بشكل كبير. وأيضا كانت لنا العديد من اللقاءات مع عدد من الخبراء الدوليين والمصريين في مجال الصحة والسكان، والحديث حول التنمية بشكل كبير، وأن الصحة السليمة للمجتمع جزء مهم جدا من الاقتصاد وأيضا من التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. أما إذا تحدثنا عن نهاية هذا المؤتمر الذي يتوقع أن يكون منصة حوارية كبيرة جدا في هذا المجال ويستمر على مدار السنوات المقبلة ويقام في مصر في هذا التوقيت، أيضا الحديث حول الخروج بعدد من التوصيات الكبيرة في المؤتمر الصحفي الذي سوف ينطلق مع ختام أيام هذا المؤتمر. هذا هو المشهد، وعودة إليكم. نعم، جزيل الشكر لك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري.